أحب أن أبارك وأهني سيدي خادم الحرمين الشريفين ملكنا الغالي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي عهده سمو الأمير محمد بهذه الذكرى 90، ذكرى التوحيد التي تحكي قصة عظيمة، مسيرة عطاء ورخاء وكرامة وشموخ. وأحب كذلك أن أهني جنودنا البواسل حماة الوطن والشعب السعودي بكل قطاعاته وفئاته. وحبت عزيزة جلال تستغل هالفرصة وتعبر عن امتنانها لحكومة المملكة العربية السعودية على طريقة تعاملهم مع جائحة فيروس كورونا. قدموا لنا أروع صور للإنسانية وأمثلة رائعة وأروع لحقوق الإنسان التي تساوى فيها المواطن والمقيم وكل من تواجد على هذه الأرض الطيبة باهتمام حكومتنا الرشيدة من كل النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية. فحفظ الله مملكتنا وعزها، وعاد علينا عيد التوحيد أعواما مديدة بالأمن والأمان والصحة والعافية، ودام عزك يا وطن. أما نوال الكويتية فحبت تشارك بتهنئة خاصة للمملكة عبر تريندينج. في هذا اليوم المميز وبارك للمملكة وشعبها في عيدها الوطني 90، والله يحفظ إن شاء الله الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وأرض المملكة من كل شر إن شاء الله، ونشوفها دائم بازدهار وتقدم. وحب الكويت للسعودية عبرت عنه من خلال الأغنية اللي أصدرتها يوم أمس واسمها حب السعودي. وأنغام اللي حتحي حفل ب 24 سبتمبر بجدة ضمن حفلات اليوم الوطني 90 فكمان هنأت السعودية من خلال تريندينج. أهلي وأصحابي وأصدقائي وإخواني في المملكة العربية السعودية، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا في عز، كل سنة وانتوا غاليين على قلوبنا، على قلوب كل المصريين وعلى قلوب كل الوطن العربي، دايما في عز ودايما في حب، وعيد وطني سعيد عليكم كلكم. وأكيد داليا مبارك اللي مثل كل سنة بتشارك باحتفالات المملكة العربية السعودية حبت تهنئ ملكها وولي عهدها وشعبها بهاليوم المميز. حب هني سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، بمناسبة اليوم الوطني، ولي عهده الأمير الشاب محمد بن سلمان، ولكل مواطن سعودي بهذه المناسبة العظيمة والمهمة في قلب كل مواطن سعودي. يا رب إن شاء الله دوم نكون في أمن وأمان وقمة ونجاح وتوفيق من الله سبحانه. وأمي مطالب اللي اختارت السعودية عشان تبدأ فيها مسيرة سيرتها بعالم الفن كمان شاركت بها اليوم بتهنئة خاصة. كل عام وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بألف خير وولي عهده، وكل عام وأهل المملكة الطيبين في أمن وأمان. وغير نجوم الغناء فكمان نجوم التمثيل حبوا يوجهوا معايدة خاصة بها اليوم، أبرزهم تركي اليوسف وعبد المجيد الرهيدي. يشرفني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة غالي علينا جميعا. وكل عام وأنت يا وطني الحبيب ألف خير وصحة وسلامة وأمن وتقدم وازدهار. والحقيقة بهالمشاعر هذه الجميلة الواحد طبعا فخور بالوطن الغالي. الله يا سلام يا سلام، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 90، ميلاد بلد 90، هو مناسبة مميزة جدا محفورة في ذاكرتنا وفي وجداننا. هذا اليوم اللي تحقق فيه التكامل والوحدة وأزيلت الفرقة والتفكك، هذا اليوم اللي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار اللي حصل الحمد لله. عشان كذا وعشان أهمية هذا اليوم بصراحة أقول كل عام والسعودية تعانق السماء مجدا وتحضن السحاب فخرا وعزا، دمت يا بلادي حبا وعشقا للأبد. وما تأخرت نجمة التمثيل الكويتية إلهام الفضالة عن معايدتها الخاصة بهالمناسبة خلال لقائنا معها. بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 أحب أقدم أجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي، ودائما للأمام يا المملكة العربية السعودية. أنا جدا سعيدة بهذا الازدهار وبالتوفيق للجميع، كل عام وأنتم بخير. وطبيعي المخرج عبد الخالق الغانم يكون من أوائل المهنئين لبلد الحبيب. اليوم عيد بالنسبة لنا، هذا اليوم نحتفل فيه جميعا بهذه المناسبة العزيزة علينا. وأحب أهني والدنا الحبيب الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي كامل، وهني أنفسنا وحبايبنا وكل أخواننا. هذا اليوم يعتبر يوم
عيد الأم بأبنائها، عيد الابن بأمه. فإن شاء الله إحنا كل أيامنا حتكون أيام خير وسعادة وفرح للجميع إن شاء الله بإذن الله. وهالفرح بتشعر فيه نرمين محسن اللي عبرت عن مشاعرها الخاصة لما قابلناها مؤخرا. أمانة يعني ما في كلمات ممكن تصف عمق المشاعر اللي نشعر فيها في هذا اليوم، مشاعر عظيمة جدا. لكن حابة أقول كل عام والمملكة العربية السعودية وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بخير وصحة وسعادة، والشعب السعودي بخير ومحبة وسعادة دائمة، وعاد الله علينا دائما بأمن وأمان وخير.